إذا كنت إنسان فعلا بيحاول يتحرر من مبدأ أنه عايش عراتب، عم بتطلع فعلا أنه إحنا عايشين في عصر الإنترنت، أنا بقدر أوصل كل الدنيا، أنا بقدر أوصل كل مكان، ليش ما ألاقي طريقة أبطل فيها من شغلي وأبلش أشتغل على الإنترنت؟ هذا السؤال بيدور في بال ملايين الناس الآن، وبما أنه في 100,000 طريقة لتحقق هاي الحرية المالية، معظم الناس بتضيع. فاليوم إن شاء الله أنا بدي أحكي لك 3 خصائص لازم يكونوا موجودات عندك شو ما كنتك تعمل بمحيط الحرية المالية، شو ما كنتك تعمل أو شو ما كان مسمى وضعك الحالي. أنت إنسان بدك تتحول من نقطة أنك بتستلم راتب وموظف لتصير حر وملك نفسك. إذا بدك تكون هذا الشخص، في 3 أشياء اليوم إن شاء الله راح أشاركك فيهم لازم يكون عندك عشان تقدر تتحول. بصراحة أنا بحكي لك يعني بحبش أنمق الأمور، عشان تطلع من رحمة الراتب وإن شاء الله يجي اليوم اللي تكون فيه متحرر ماليا وملك نفسك. فهذا راح يكون فيديو اليوم، لا تنسى يا بطل كسر لي كبس اللايك وانزل حي بعض بالكومنتات، اكتب 10 الأبطال واطلع لي بإنترو. اهلا وسهلا الشباب، شرفت يا ابطال، رجعنا اليوم بحلقه جديده من سلسله اللعبه. الحريه الماليه هي عباره عن موضوع للاسف معظم الناس بيتعاملوا معه على انه سر زي ما دائما بنحكي، وعلى الجانب الاخر في كثير ولاد حلال بيستغلوا البشر وبيحاولوا يصيروا مليونيرات انهم يحاولوا يبيعوك مواد زائفه، يا ريت انها تكون مواد فعلا بتفيدك، لانه لما الانسان يكون نصاب بيحاول يصير مليونير وهو قاعد بيبيعك بكورس، فأكيد ما عندوش طريقة فعالة إنه يصير غني غير هاي الطريقة، فأكيد الحكي اللي بده يحكي لك إياه مش حكي عملي. إحنا مش ضد الكورسات المدفوعة، بس إحنا ضد التضليل، ضد إنك التاجر بأمال وأحلام الناس. فاليوم إن شاء الله راح أشاركك بثلاث أشياء، وهي الأشياء تحقيقها صعب لكن أنت بتقدر تحقيقها الآن. كيف؟ خلينا نبلش بأول شغلة. أول شغلة بتحكي لك لازم تطفي ولعك بالأشياء. شو مكانة هاي الأشياء؟ دائما إذا أنت في عندك رغبة جامحة بأنك تحصل على شيء، تشتري هاي الشغلة، مربوط فكرك بالفلوس عشان أجيبها عشان أعمل هيك، أول وأهم شغلة لازم تطفي ولعك بالأشياء. هاي قاعدة من يوم ما عرفتها تغيرت نظرتي عن لعبة المال كاملة. شو قصدي بتطفي ولعك بالأشياء؟ أي إشي في الدنيا أنت حابب تحصل عليه، أي إشي في الدنيا جذبك، خلينا نحكي سيارة، حاب تشتري هاي السيارة أو حاب تشتري هذا التلفون أو حاب تتحرر ماليا لتقدر تشتري بيت، شايف هذا الشعور نفسه؟ ركز لي على هذا الشعور، الشعور انك انت بدك توصل لهذا الاشي، هذا اسمه كريفينج، حنين، انت حاب هذا الاشي، شايف هذا الشعور؟ لازم تتخلص منه. لكن ركز معي، انا ما قصدي تتخلص منه ما يعني انه انت مش لازم تجيب هذا الاشي. اللي حاط عينه انه يشتري بيت وحاب كل يوم بيطلع يشتغل عشان يروح يشتري هذا البيت بعد حتى لو 10 سنين، مش غلط اللي بيعمله ولازم يعمله. واي انسان حاب فيكم مثلا يشتري سياره لامبورجيني او شو ما حاب تعمل، هالاشياء مش غلط، لكن الغلط انك تتعلق في هالأشياء. فالإشي اللي لازم تعمله انك تطفي ولعك فيها، وهذا الإشي بصير مع الوقت، بصيرش بيوم وليلة، بصيرش بالكبسة. دائما بنحكي انه احنا كبشر استيعابنا للأمور حتى لو شايفينها منطقية ما بيتم بيوم وليلة، الموضوع لازم يتم قبوله في اللحظة اللي انت بتوقع فيها انه هاي الفكرة صح، ومن داخلك انت صعب تطفي إشي من يوم انولدت هو شغال، لانك انت ما عمرك فكرت انه هذا الإشي لازم ينطفي. شوف ايش اللي بصير معك لما تكون تفكر في هالأشياء، ما بتيجي بوقت محدد، موضوع جميل جدا انك تفكر فيه لانه هو الاشي اللي انت بدك اياه، هو الاشي اللي مش عندك، هو الاشي اللي بتقدر تحضر له فيديو، هو الاشي اللي بتقدر تشوف خصائصه قبل ما تشتري. فلازم تطفي ولعك بالمادية تامة. ليش؟ لانه انا بحكيكم اياها عن تجربة شخصية، استنتاجات شخصية. احنا كبشر تكون حاب تشتري سيارة، بيجي وقت بتكون حاب تشتري هذا الاشي، فكروا فيها معي بهاي الطريقة. احنا كبشر طبيعتنا في العالم اللي احنا عايشين فيه، لانه انت عايش في عالم كلياته مش مشتتات، مشتتات بتجيك على شكل اعلانات، انت عايش في عالم استهلاكي، فطبيعتك شوي شوي اذا بتضلك تارك نفسك بحرية وبدون قيود راح تشوف نفسك انسان مستهلك اكثر واكثر واكثر، واعتقد كلياتنا نتفق على هذا الشيء. لكن فكرت فيها انا مع نفسي انه معظم الاشياء اللي حبيت اجيبها في حياتي والحمد لله رب العالمين قدرت اجيبها، قبل ما تجيب الاشي شعورك بيكون غير، بيكون فعلا في اشي مشتعل داخلك لحد ما توصل لهاي الغايه، انك مثلا تشتري السياره او تشتري التلفون او تسافر على هذا المكان، بعد ما توصل بصير الموضوع طبيعي، تعلقك بالماديات هذا بيقلل سيطرتك على حياتك، شو ما كنت بدك. انا للعلم بحكي لكم بصراحه، انا شخصيتي زمان ما تغيرت للان على موضوع ايش بدي اجيب،
راح أظل دائما أفكر شو بدي أجيب. بالعكس الآن عندي لستات أكبر وأعمق ومرتبة أكثر على الأشياء اللي بدي أجيبها بالمستقبل وعلى الجوائز اللي راح أعطيها لنفسي إذا وصلت للأهداف اللي أنا حطيتها لنفسي، لكن مش متعلق فيها من مرة. مما يعني إذا اختفت، إذا إنها مش راح تيجي، أنا مش فارق معي لأني مش خسران إشي. ليش؟ لأني مش متعلق في هالأشياء. وهذا الإشي راح تلاحظ إنه راح يصير كثير مرات. بتكون بدك إشي وبتستنى اللحظة الحاسمة، وهي اللحظة الحاسمة بس تيجي الدنيا بتأخذ منحنى آخر وبتأخذش هذا الإشي. شو بصير جواتك؟ شو بصير جواتك؟ أنت أدرى شو بصير جواتك. فإحنا كبشر إذا بنفك تعلقنا بالأشياء، تحكمنا بحياتنا بيزيد، تحكمنا بمصيرنا بيزيد. وبموضوع الفلوس كل نظرتك بتتحول. وبرجع بعيد، الإشي اللي أنت بدك إياه راح تجيبه، هذا لا يفسد البيت قضية، لكن لا تعلق نفسك فيه. هاي أول شغلة. ثاني شغلة إنك توصل لديون صفر. يا الله هاي الشغلة قديش إنها مهمة، ويا الله هاي الشغلة قديش إنه معظم الناس ما بيعرفوا فيها، واللي هي إنه أكثر من 50% بديش أظلم الناس، لكن أكثر من 50% من الناس اللي بتعرفهم شارين سيارات فارعة، قاعدين في بيوت حلوة، دائما حاملين تلفونات آخر موديل. معظم هذول الناس عايشين على القروض. وإيش المشكلة بالقروض؟ قروض هي إنك تأخذ إشي مش إلك وتظلك طول عمرك عايش عبد عشان تسد هذا القرض. ركز فيها وفكر فيها مع نفسك. أنت عشان تخلق لنفسك محيط زائف، أنت بتروح تتداين عشان تشتري أشياء، أشياء ثانوية بصورة أو بأخرى حولتك لعبد. ليش عبد؟ لأنه إن شاء الله إذا فكرت إنك تبطل من وظيفتك، أول إشي راح تفكر فيه كيف بدي أصرف، كيف بدي أسد هاي الديون، وهي الديون كبيرة وما عمري فكرت كيف بدي أسدها. أنا هنا عايش وبدفع من راتبي، لكن لما بدك تتحرر ماليا أول إشي راح يوقف وجهك الديون اللي عندك. ففرصة لأي إنسان ما عنده هالديون، فرصة لأي إنسان بيحضر يجيب قرض، اطلع على حقيقة الموضوع. لما تيجي بدك تتحرر ماليا أول إشي بوقف في وجهك إنه عليك ديون، فديونك لازم تكون صفر. هاي ثاني شغلة. وثالث شغلة لازم تتعلم، هنا شايفة أهم شغلة، لازم تتعلم كيف تشعل النار في الطبيعة بدون ما يكون عندك أي مصدر للنار. كيف يعني؟ يعني باستخدام الصخر أو باستخدام انعكاس الضوء. إذا بتعرف شو بدك تعمل عشان تقدر تولع نار بدون ما يكون عندك كبريت، بدون ما يكون عندك أي إشي، تبقى تولع النار بمبدأ الشرارة. وهذا الإشي إذا أنت مش بتعلمه بدك أيام لتقدر تتقنه. وليش أنا قاعد بحكي عن هذا الموضوع وشو دخله في الحرية المالية؟ الصبر يا أخوان كلمة وبتنحكى، والصبر لو إله مدرسة معظمكم ما راح يروحوا عليه، وأنا بجمع نفسي معكم كمان. إحنا كبشر بطبيعتنا ما بدنا نصبر، لكن برضو احنا كبشر عارفين معلومات عن الصبر بتمكننا نصبر. هذا كل اللي احنا محتاجينه لنصبر. انت بتعرف كيف الواحد بيصبر، وهذا اللي راح يصير معك اذا بتحاول تتعلم تشعل نار وانت ما عندك كبريت. وليش بديك تتعلم هاي المهارة؟ الله لا يحوجك، بس خلينا نتخيل هذا الموقف، خلينا نتخيل هذا السيناريو انك انت عايش فيه، لانه هذا راح يوضح لك كل القصة. فلنفترض انه فرضا انت لقيت نفسك في غابة، تمام، وعرفت انه الليلة خلص ما في طريق، ما بقدر ارجع، لازم الليلة اقضيها هون. بغض النظر عن المحيط اللي انت بدك تعيش فيه وكيف بدك تمشي حالك، الدنيا بلشت تبرد. واذا ما لقيت طريقة تغطي فيها نفسك، اذا ما لقيت طريقة تدفي فيها نفسك، موتك مسألة وقت. اذا عرفت الطريقة كيف الواحد بيشعل نار، واذا كانت عندك الادوات المطلوبة ومعك 4 ساعات انك تشعل هاي النار، راح تشعلها ولا ما تشعلها؟ على الاغلب راح تشعلها. لكن إذا كان الموقف آخر وبتتعامل معها كهواية، بدك أيام ويمكن أسابيع لتقدر تتقن الموضوع وتولعها، لكن رغبتك جامحة. ليش؟ لأنه اشتعلت عندك غريزة البقاء. هذا بوضح لنا أنه نفس الشخص بيقدر يطلع في نتائج، وبيقدر يسرع عملية الإنتاج، وبيقدر يسرع سرعة اكتساب المهارة، سرعة إتقان المهارة، بس لما هو فعلا بده، لما هو فعلا مركز. فهي 3 شغلات إذا كنت فعلا بدك تتحرر ماليا، هاي لازم تحطها حلقة في ذهنك. فك تعلقك بالأشياء، والله العظيم هاي الشغلة لحالها إنها عبارة عن كنز، وخصوصا للإنسان اللي بيتبناها وبيعيش فيها ليعرف والله العظيم إنها عبارة عن كنز حقيقي. فك تعلقك بالأشياء، تقدر تجيب كل إشي أنت بتحلم فيه. وثاني شغلة، خلي ديونك صفر، واضحة ومنطقية. وثالث شغلة، تعلم تولع النار، تعلم تولع نار بس باستخدام شرارة. فالدنيا لعبة، ولعبة المال مش هاللعبة المستحيلة، لكنها لعبة صعبة. وعشان تمشي فيها، عشان توصل لغايتك فيها، في طرق أسهل من طرق، وأسهل طريقة إنك تغير في نفسك، لأن الموضوع أنت بتقدر تعمله الآن. وزي ما دائما بنحكي، الحظ عبارة عن التقاء الفرصة بالجاهزية. فأنت هيك بتجهز نفسك
انه لما تيجي الفرصه تصنع فيها حظك. فاللي بيعرف معلومه بتوصل وما بيستخدمها هذا الانسان بيحلم بالحريه الماليه، لكن الانسان اللي بيعرف المعلومه ويبلش ينفذها حياته هو الوحيد اللي بيلعبها صح. عاشوا الابطال، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. سلام عليكم.